بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعشر كنيسة قال يلا باتناد كان مذا عشر ردي إنو سعدي كساب سنة كتاب الكبائر الإمام الذهبي عشر كان وحو كساب سنة هاي كبيرة طبناد وحينتها هاي الزنا. زنا أما الزنو تعريف يا قيحد إنه أقام باهنا وحويان زنا ذا حقيقة ذا حقيقة نويلة ذا هاي مجاز نويلة ذا هاي مجاز كوحويان وحيابها مقدمات كذا وحيابها هردع ذا أو مثلا دايما ذا أرق فش إما رقتي شاكدا تابشدا وحاسو إذن، لكن حقيقة ذو حي تهيئون إنه يسوق الموضى ننك يناكتي قل مرنب أه إنه يسوق الموضى مركاسي أما بيها كي مادين أما يسن كي إيمانين، لكن وإنه قل مرنع ذو مركاسي زينة ذو إيمان إيسان زينة تاسي ليدا أحكامتا إن كرت ما يصعدنا وحوي وامد النوع عس زينذو وحكم تاعي موبقاتك أي كم تاعي فواحشته أي كم تاعي وحينا كم تاعي وحيابها أمضها بابية أخلاق ذا يدق كبر بابية أي كم تاعي sida daraadeed aayad sariixa ayaa ku soo degay oo alla u leeyahay wala taqrabu zina innahu kana faahishatan wasaa'a sabiila suratu lisra oo leeyahay loo dhowaaninba suratu lfurqaanna alla isagoo ka hadlay cibaadu raxmaan addoommada ilaahay ee suusuuban isagoo ka hadlaya وحلو الذين لا يدعون مع الله إلها آخر الله مركي عابديان عدك للم عابديان أو عبادة ذا إلهي عابديان عدك للم وذا جنيان عباد الرحمن وضم ذا إلهي السحظة مركا مشركين ما لنعك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق نفنا أو مسلمنا قردركم الدليان تكالي ولا يزنون من الزني سنيان مركا ألا وحوله ومن يفعل ذلك قفكي صدح ذا سميت كم ذا السمعية أما عبادة ذا ألا أيوعدك للو ذا جيو مشترك بون نغضي أما قف مسلم قردركم الدلي أما حتى قفا مسلم هاين ومعاهدة أيو قردركم الدلي أما وزنيستي يلقى أثاما نكاسي وحول كل ميا عقاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ما لنت قيامة مركلة تغنى عذاب بالله الله من لابي ويخلد فيه ونكو واريا مهانا إساقو أو أنوح شرف الهين والإهاني إلا من تاب قف كي توبت كان مال طبعا ولا يقانا وان كسو هذا لي او ددك اهل السنه والجماعه ان وي وركودو عاد يحي كبيره لو غالوبيه لسكو راسن يحي وا شركه بس مركا قف كا دو غالنمه كو دينتو يخلد نارته وكو واريا
لكن دم بكله أو قف مسلم هو دلي زنا وزنايستي هدو كردن تو وسنك توبت كينين وتحت المشيئة يالينا تحت المشيئة إلهي وأوضع فكرة نبغو وشفيع كرا وأنا لو عذابي كرا مركي العذابنا نارتك مواري هدو إيمان كردن تي تاسو حويا وقضايا قضايات معروفة هو أهل السنة والجماعة إقبال ضد كن كبيرة ضدك كو قاليسيا ويجران سيدا معتزلة إيو مرار بضان أو الله سبحانه وتعالى قرآن كي سوكا شاكين يددك وناكسن مؤمنين تا أما ها ها تو سيدا كو سوى أرورتي صفاتك مؤمنين تا فردوس قالية في أوائل سورة المؤمنون أما سورة المعارج سكسو أرورتي وحاكم ذي الصفات كما كي لتري والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا كسو أرورتي وأه ذاتك فروج توضا فرجوا ذا إلى شظة أنزني سنين عقابك أولي هي ولي قانا قفك الزنيستة أدو سنة حتى كهر قور سنين بقل جاد البالغ رفن هل سنة نوال مسافرين يا أدو حتى كهر قور سدي وإنتو قور سدي ووحان قلمد اللي رحضة وأركي ندق حبال قد ليا سدا سوي waxay ku sugnata zinada laba shay baa ku sugnata inuu qof u qirto inuu soo qof u qirto yana arkaanto afar nin oo arka isagoo galmadu socoto oo sida culimadu waxay dhahaan kamirwadin fiimik xalatin halada ay hadda maba aqaan inay hadda jiraan waxa jiray wax bal ay haweenku ku indho kuulan jireen oo barrier oo in dhakoolku ku jira la galiyo marka sidaas yaa waxa la rabaa labadoodii farji oo isugu jira wa isfuushanaayeen oo iskor saarnaayeen iyo waxa laga yeeli maayo waana inay afar nin aragto sida darteed aad bay u adag tahay haddana mustahil ba ahayn in zina ay ku sugnaato aragti iyo marxaati iyo xajna markii loo yimaadaba way kala boodi labadii qof iyagoon isku jirin haddaad aragtana waa iska aamus haddii kale adiga lagu rajminayaa waxa weeyaan adiga yaan rajminayaana dhihina adigaa lagu jaldinayaayo 80 jeedal baa lagu dhufanayaa oo qadaf ah dadan 4 idinkoo aydaan isla feerinin qofka hadduu qirto oo waliba yani sida xadiith maaciz laga fahmayo ila afar jeer sidii afartii markhaatiga oo kale nabi uu ku celiyay war malaha saasaadahayd war niyahu saasmiyadahayd markaas waa lagu fulin hadduu ka laabtana waa laga dhaafayaa fiiri ciqaabkii oo bilowday hadduu ka laabto uu yidhaahdo been baan sheegayay waa laga joojinayaa حجر أول بيسقى قرته وكل عبانيه. سيد راجح يعني العلماء كدوا ذي وجران لكن سيد راجح وكل عبانيه. وحنا الدليل هو لو دليل شنو يا كور أول بيسقى قرته. ثانيا وحكو سؤاروري ما رتي حديث صحيح يا وحكو سؤاروري ماعز نك اللي ديجري. مركي أنت الحكومي وقرته نجح لقوا بالعبي وعرري. alla dabagalay dhagxii baa la dhacay marka uu qayliyay war nabiga ii celiya ayuu ku qayliyay lagama yeelin kowba looga siiyay waa loo sheegay nabiga waxaan anta maxaad igu soo celin weydeen marka meesha waxaa laga dhadhansanaa hadduu ka noqdo qiraalkiisina in la deynay marka taas waa ahkaamteedii oo hadda ahkaamta maynaan ka hadlaynin waxaan ka hadlaynay ciqaabka ay leedahay
iyo ruuxii aan zinaysanin oo isagoo dhallinyaro zinada iska ilaaliya abaalgudka uu leeyahay ilaahay agtiisa abaalgud buu ku siinaya. Ruuxii isagoo zinaysan karay oo fursad helay uu ku zinaysto iska celiyey, waxa weeye wuxuu ka mid yahay toddobada qolo ee maalinta bacadka la taagan yahay qiyaamada, maalinta bacadka la taagan yahay toddobada qolo ee cashiga ilaahay harsataa ayuu ka mid yahay xadiidkaa la wada yaqaano, ayuu ku soo arooray xadiidkaas la wada yaqaano imaam Bukhaari iyo ay warinayaan, oo ah sabcatun toddoba qolo yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilla, maalintii uusan jirin hoos kale oo la harsado, meel kale uusan jirin dadka maaragtay carshiga ilaahay harsada. Waxaa ka mid ah wa rajulun dacathu imra'atun daatu xasabin daatu jamaalin daatu xasabin wa jamaal, naag labadaa isku darsatay, naag qurux badan oo sharaf leh ayaa ku yeedhatay. Markaasuu wuxuu yidhi inni akhaafu allah, allah ayaan ka cabsanaya, oo naftiisa ilaashaday. Ninkaasaa loo imtixaanay, ee imtixaankaas ka baxay isaguna waxa weeye toddobada qolo ee maalinta qiyaamo harsanaysa carshiga ilaahay ayuu ka mid yahay. Marka zinada iska celinteeda weliba qof dhallinyaro ah oo maaragtay oo shahwadiisii cilmeenha hadda waqtigan naaguhu ay wada qaawan yihiin, ee maaragtay ay suurtagal tahay inaad si sahlan ku hesho, iska celiyey, ajrigaas ayuu leeyahay, ajrigaas ayuu leeyahayo. Daatu mansabin wa jamaal, naag le yaa ku yeedhatay, maskaasaa tidhi inii akhaafu llah, faqaala inii akhaafu llah, saasuu yidhi xadiidkaas Bukhaari iyo Muslim ayaa wariyey. Taas waxa weeye waa xadiidka koowaad oo ka hadlaya qofkii zinada iska celiya oo dhallinyaro ah iyo nin walbaba, laakiin dhallinyarada usii daran sida xadiidka kusoo aroortay, xadiid kale sida kusoo aroortayna arki doono. Dhallinyaradana maxaa jira, dhallinyarada ayaa shahwadooda iyo ay sii xoog badan tahay. Xadiidkaasi waa kaas Bukhaari iyo Muslim ayaana wariyey. Waxaa kale oo jirtay oo iyadana meeshan laga fahmayaa xadiidkan dheer aan ku celcelino ee saddexda qaybood ka kooban, saddexdii nin ee iyagoo meel harsanaya, meel roob ka galay, uu dhagax ku soo wilaan wilmay ee ku xidhay meeshii dhagaxii godka ay ku jireen afkiisa ay ku soo daboolantay, ee uu yidhi nin waliba Ilaahay wax ku bari, camal khaalis ah ood Ilaahay darti u samaysay. Mid waan soo aragnayo darsigii kan ka horreeya baaban kusoo aragnayo waxa weeyaan waa baarilwaalideynka, birilwaalideyn, oo ninkii habeen dhan dhiilkii caanaha ku hayay, isagoo sugaya aabihii hooyadii oo waayeelay inay kacaan, isagoo caruurtii yaryaraydu dhalayna ay hoostiisa ku ooyayaan. Kaasi mid buu ahaa. Kan kalena wuxuu ahaa, ka kalena waa kan waan aqrinaynaaba, wuxuu yidhi allaahuma allahayow, kaanat li ibnatu camin, ibnatu camin, gabadh waxaa jirtay buu yidhi aanu ilmacdeernahay, kaanat waxay ahayd axaba annaasi ilaya, dadkana iyadaan ugu jeclaan jiray, fa aradtu calaa nafsihaa, waxaan damcay inaan maaragtay u tago, famtanacat minni, way diiday, xataa alamat bihaa sanatun min assiniin, marka abaar baa ku dhacday gabadhii, abaar waagaas way iska ladnayd, ay diiday, fursad buu helay, baahi ayaa gabadhii qabatay, dhibaato ayaa kusoo dhacday, xataa alamat bihaa sanatun min assiniin, abaar xun ayaa kusoo dhacday, fajaa'atnii, way ii timid iyada oo wax weydiisanaysa, ilaa waa inaadeerkeeda, faacdaytuhaa 20 dinaar, waxaan siiyey buu yidhi 120 dinaar oo dahaba, waa lacag aada u fara badan bay ahayd.
لكن بلاش أم السنين على أن تخلي بيني وبين نفسها إن إيه أقلعت مركن إن أن أطقو مركا باهي باهي سيف فعلت واتهاي تري واتهاي حتى قدرت عليها مركي أن أود هلي وهي سرتقل إيتها إن وحن ربا قبر ديكو سمايو وقالك اللي إسلق علي والديار اللي يهي وما لها اللي إسقاوهي يقال ذو حي تري العقبة ذيقى قادت ذي لا أحل لك أن تفض الخاتمة إلا بحقه قبر دو حي هدولي بكارع ما كوب بنينا يهي تري إناد دبول كان إناد فرميش ويد دبول انتهي واب بكارع أن هاي ويد دبول انتهي دبول كان إناد فرطو أدقادو إلا بحقه حق أولها وحلال أما هنه مكو حلاليني فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها مركز فرحك قاذب القبردي أني أود أولها لعقنا بحيي يعني إلهي درتي أقدتك وهي أحب الناس إلي أني أولي أد أسجعله أنهر السيربة وتركت الذهب الذي أعطيتها ذهب كي أنسيين وان أقدتك الله مركز سعودي اللهم الله يو إن كنت هدي أنا فعلت ذلك أرنت أن سمعي أو قبر سقى وسي ك كتجي لعقت هنتذا أنت على أجن كتجي ابتغاء وجهك هذا قن رأي لي هانت هذا أنا قول رأي ذي أنا يذا وحب ورك يذا كفلين ففرج عنا ما نحن فيه لبعد تذا أن كسر قلنا هاي ما أنت نجفيد فانفرجت الصخرة النجحي أي يا رح الدروق تي إله ودنا كي ما دك كله قف كي كله إله وكي ما دد بريديسي يذا إن شاء الله تعالى مركان إنه ما هذا موضوع هذا أيان ينكحل الدونا وعن ابن عباس وحال جوري رضي الله تعالى عنهما الله كرالي عليه يعني حديث أنت ذهدي كتبتي حديث يقص عرورتي لكن أنا مركز كتابك أنك أقرن يا الترغيب والترهيب وهي مجلد كلابات جزء كوباد وهي صفحة تيهر نوحي الصفحة لو بقول سيديتن لو بقول يكوبي سيديتن وعن ابن عباس وحال قوري رضي الله تعالى عنهما قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باوحي يلبو لي يا شباب قريش قريش لن يرد يا ذاي احفظوا فروجكم إلى شذا فرج فروجتنا أما فرجيذنا إلى شذا لا تزنوا هزني سنين كو تاسو حويان واب حرام أول شيء وأنا اللعقاء وقرانك إلهي باشاقي لكن قفك إلى شذا فرجي سو الزنا إسكا إلى لي لن يريهم حوليه واكن حول ألا مقلع ودقيستا من قفك حفظ فرجه قفك إسكا إلى لي الزنا إذن كنت لن يردنا فله الجنة جنة يلي رواه الحاكم والبيهقي وقال الحافظ حاكم وحول صحيح على شرطهما الشيخ الألباني وحول وحسن أيولي في مارك في السلسلة الصحيحة روايتك البيهقي رواية البيهقي نوحي تاي يا فتيان قريش لا تزنوا فإنه من سلم قفك كبد باده ما قفك أوبد باده من قفك سلم له شبابه دالين يرى نمديس أوبد باده أنزنا كردعين دخل الجنة جنة أيو قلوا اسكمتكم ناس الحديث كي ولي وحنكه اللينا ونهر مرينا قيبتا قفك الزنة اسكا إلا علي فضلك أهلي ينهر مرينا سيدي منها تشي إنو هاجرته الترغيب والترهيب مركور إن لك جعلي سيئة إن أضوح إسكا إلى عليس وهذا إسكا إلى عليس واحد أجري هيلي أذها شو لغوش يا أبو واحد فضلي يأجري هيليس قدمنا الله في ريو الترهيب أو هذا أضوحي كرد عضو لبعد تذاك ما ركتي أدمضان إيسا عقابك أدمضان إيسا وعن أبي هريرة وحال قوري رضي الله تعالى عنه الله كرها لي هذا قال أبو هريرة وحود قال رسول الله رسولك إلهي وحود صلى الله عليه وسلم
إذا صلت المرأة خمسها قفها وين أما الدومر هشنت هذا الصلاة دوت أديت كتو وحصنت فرجها فرجها إذا نأي إلى شطو أي حرانك إلى لسو وأطاعت بعلها نين كاذنا أي أدي عضو أي وركي سي قادتو دخلت وحي قشا من أي أبواب الجنة شاءت جنة الباب هذا إذ الله مدي أي دونتو أي كجليسة رواه ابن حبان أيا وريي حديث كاسن وأن حديث حسنة حديث كلا أو إمام بخاري ورينيو وأد لو يقانو وحاكم إذا وحا وريي وعن سهل ابن سعد وحلق وريي رضي الله تعالى عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحولي من روحي أما قفك يضمن لي يضمنت قاعدة ما بين لحييه لبدي سدان وحاول لحية لبدي سدان محاول لحية لقوا هذا حد وعربك عرب كيساس روح عن دمبي كوجلي عجلة واحد دمبي واحد نار تلقو قاله يو كو كيها سود النبي قشاقي ويري مركو معاذ ويديه ويري رسول كويري وإنا لم أخذونا بما نتكلم به طبعا حديث كان حديث لو ذي قانوه حديث العرباض بن ساري اللي هذا يوحكس عروري الأربعين النووية أنفلي ضد بدن إني حديث كأركان أولي عرباض نبي قولنا وعذيه وعذي حوق له أيونا وعذيه مركز سامحان لي كأنها موعدة مودعين وحيوك تحقفنا السجوتينية وعد جيسي أكلي نادر دارن مركز دردارن لير أيوه رسول كسيه ساسيالا ساسيالا مركزه هدا نقول حيودي كف عليك هذا ألا أدلكم بملاك ذلك كله أرنت أردن أرنت إسكف وفقصت أقومهم سن ميدين شجع ها مركزهن وحيودي كف عليك هذا عرب كانوا إسكا إلالي عرب كإسكا قبطة مركز وحيودهن أو إن لم يأخذون بما نتكلم به أو حن كهذا لعذن من الواقف سنية مركزه ومعاد كيد الثكلات كأمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو ذاتك نار تموحى وجه وجه وقطورة وحن هين وحي عربك هذا كسب ذين مركزه عربك وكاس وحديثه قال أنه كسو عروري مركزه النبي يقول من يضمن لي قفك إضمان قاعدة ونكدن باب ما بين لحييه لبدي سدان وحود حيو عربك يا وما بين رجليه لبدي سلبود وحود حيو فرجك رجيها وينبا تضمنت له الجنة أنا كنا جنة أيام أبلان قاضية حديث كأوحى وريي الإمام الإمام بخاري أيا وريي سياب بدن أو كلام والجو وريي مركا انتاس وحان وحان كود ديننا انتاس قفكي زندا اسوغو او زينيسن كره اسكا الااليا وحا اولي هي ابال غودكا او هليو يا اجرغا الهي اكتيسا اولي هي ايا انتا كوسو دين يا انتاس ايان كاسو قادينا دينا كلا ماركانو نيمانو ترهيبك حقا حديث قفك الزنا كدعه عقابك أوليه هي محاكم ذا حديث بضم معك السعرارتي وان بلابينا مركز تا وكتابك الترغيب والترهيب مجلد كلباد ماركت جزك صد جزك كوباد الترهيب من الزنا عليه عن أبي هريرة وحال قوري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يزني الزاني قفك الزاني إهم الزنيسته حين يزني مركو الزنيسني وهو مؤمن إسوغ مؤمنة ولا يسرق السارق توق وحمحظه حين يسرق مركو وحظي وهو مؤمن إسوغ مؤمنة ولا يشرب الخمر
قفك خمرذا مع بحين يشربها مركو عبيا وهو مؤمن السقى مؤمنة بخاري يا مسلم يا وري يا أبو داود يا نسائي وحوي إيمانك إيمان كامل أما إيمانك أيا كي راح بحي مركز كدمنا وقصوا النقن حديث كله يا سي يا شيخ يسوسيد هوسك سيدي وحرين يا أنتو كبر وحرين كاسو واسيد أسكن كلنا وحوي كوحي جاي ووحى عقاب كيس أيودين على كشيء وعن عبد الله بن مسعود وحالجوري رضي الله تعالى عنه قال إنه يجي عبد الله بن مسعود قال رسول الله رسولك إلهي وحده صلى الله عليه وسلم لا يحل مبنانا دم امرئ مسلم دم امرئ قف لجيسة مبنانا ولا مدي لكرو قف كاسوي يشهد قرية لا إله إلا الله اللهم هنا إله كله حق لجوع عبدا أما قر لجوع عبدا إني سنجر وأني رسول الله إن أنا رسولك إلهي أهي إلا بإحدى ثلاث صدح الرماد متقاد ماهني وحوجه رأي الثيب الزاني قف هذا كهر جورس ذي والزنا يستهدنا والنفس بالنفس يقف قف كلا دي شيء ولا جو قصاصية والتارك لدينه يقف دين تيسيس كجت جي المفارق للجماعة وجماعة المسلمين تكبحي أو أما مسيحي أما بلايك على النقضي رواه البخاري ومسلم حديث كان البخاري ومسلم يا وذوريي مركا حديث كلو يا كوحق عايش لقى وريي ويكا اسكم مد مد ويهين يعني سكالي بلو وريي لكن واسكم مد وعن سامورة مايا واسكم يدون كان دير بان قادنين وعن أبي أمامة أبي أمامة وحلق وريي رضي الله تعالى عنه قال وحولي سمعت وحن مقلي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ويقول أرنا يمركو حديث دير مر بضانا عن سوء أرقني مرر كلنا نصوم مريدونا وهبين رسولك عليه الصلاة والسلام والرياضي والله صوت صيدتك أهل النار كعصيد الله عذابي مركضتك وصوارك وحاكم ذها دتك الزنيستة حديث معروف والله يقانوه إمام بخاري وريني وحيد رسولك صلى الله عليه وسلم بين وقتي أنا نائم أنوغ أنهردو أتاني وحا إيمد رجلان لبن أيا إيمد فأخذ وحا قبتين بضبعي الكا عدد ديدا فأتيا بي جبلا بور أما الضوض أي إكينا وعرا أو آد أي أود بلانتهاي إن لفولو وساء تاغا فقال وحا إدهين إسعد فول بورتا أما كر فقلت وحانري إني أنو لا أطيقه ما أوضو أو مكر أو بورتا ما لفولي كريما فقال وحا إدهين إنا أنغا يا نسهله لك سنسهله لك أنغا أيا كوفض دينين وإيفض ديان فسعدت وانكري حتى إذا كنت مركي عن هذا أنتقي فيه سواء الجبل بورتا للاذي هذا أمر لكذي هذا مركي أنتقي فإذا إسلقل كيبا أنا بأصوات شديدة قيل حق له أيان مقليب فقلت وحاندي ما هذه الأصوات قيل ذا محيطها قالوا وحيدين هذا قيل ذا مقليسا عواء أهل النار ذاتك أهل النار كأهل النار تكجر قيل ذا ديوي ثم مرك أكذب انطلق بيا ولا إيوذي حدنا انطلق بيا ولا إكحيي ولا بدين نبعد كل إكحيني والله ما لقيه فإذا كل كابا أنا أنجو بقوم قلع ينركي معلقين ولا جسوا لا لذي بعراقيبهم جمدوا ذا أما بقون توضا لا جسوا لا بن لا جسوا لا لذي مشققة للدلد اللعي أشتاقهم دامن كذا أما عمن كذا تسيل دم أشداقهم أو أي كد أيسو أما أي كد تفق أيسو ما أي كد أيسو دولي ولا تفقد ووحي يريري أيسا أغشب ما يسو دمن ليك وكوا رمضانك يسو
qoraxdu ayna dhicin wax iska cuna, ama kuwa aan soominba nimanka iska afuran iyadii ramadaanta, saasaa loo ciqaaba. Qaala wuxuu yihi rasuul, qultu waxaan yidhi, man haaulaai, war kuwani waayo. Qiila waxaa lagu yidhi, haaulaai kuwani, alladiina kuwa waayo, yuftiruuna afuraya, qabla taxilati soomihim, isagoon soonkoodu dhammaanin oo qoraxdu aysan dhicin intay degdegaan, kuwa wax iska cuna waayo. Kuwa dee aan cunin, kuwa aan soominna hadde way kasii darayhin. Wuu sii waday rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidkii, uma markaa kadib untuliqa bii, haddana waa la ikaxeeyey, fa idaa ana biqowmin, kuwan waayo, kuwa hadda aan xadiidku uu dheer yahay, waqtigii darsiguna wuu igu yar yahay. Marka waxaan u gudbayaa xadiidka dhan, waan ka tegayaa intiisa badan, waxaan qaadanayaa ka igu dambeeya oo ah ka hadda annaga aan ka hadlaynay, oo kuwan oo kuwa zinaysta, sida loo ciqaabayo kuwa zinaysta. Uma faidaa ana biqowmin, qolo ayaa haddan aan arkay buu yidhi, kuwaasoo ashaddu shay-in intifaakhan, wax saas weligay u bararsan aanan arkin buu yidhi, si u barareen amay u dafuufeen, wa antanahu riixan, ama ka ur badan oo ka qadhmuun, ka'anna riixuhum, waxaad moodaa buu yidhi in urtoodu almaraaxidu masquul ay yihiin. Qultu waxaan idhi, man haaulaai kuwani waayo. Qaala wuxuu yidhi malagii i waday, haaulaa azzaanuuna waazawaani, nimanka iyo naagaha zinaysta weeye, nimanka iyo naagaha zinaysta weeye. Xadiid kalena waan arki doonaa oo kanisaasa ahaayee qadhmuunkooda iyo bararka ay barareene, xadiid kalena wuu ina soo mari doonaa oo ah in meel tanaar ah oo afku u yar yahay uu cadaabka hoose ka soo gelayo ay halkaa ku ooyayaan. Marka darsigana intaasaan ku daynaynaa. Wa sallallahu wasallam calaa sayidina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallim. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.